صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2020 بتعيين مدير في وزارة الداخلية. جاء فيه المادة الأولى يعين النقيب بدر فاروق دعيني مديرا في وزارة الداخلية. المادة الثانية يتولى وزير الداخلية تسكين المدير المذكور في المادة الأولى من هذا القرار في إحدى الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسؤوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة في من يشغلها وبمراعاة مؤهلاته وخبراته. المادة الثالثة على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.